النهاردة الحمد لله رب العالمين 120 مسرحية الحمد لله الموسم انتهى على خير. بنحتفل النهاردة بنهاية الموسم ان المسرحيات بتتزع ولا بتتزعش مفروض تتعرض في الام بي سي. احنا دلوقتي في 20 مسرحيه الموسم ده، في 9 مسرحيات الموسم قبل كده اللي نملكه ان احنا نتمنى انها تتعرض. امتى تتعرض بالظبط؟ ناس كتير بيسالوا بجد والله ما نعرفش يا جماعه، لكن نتمنى ان هي تتعرض ان شاء الله. فبنشكر كل الناس اللي كانوا موجودين معانا، علي ربيع ربنا يجيب لنا السلامة ان شاء الله. كل سنة طيبين يا جماعة.